الغلادي معروف صوت احمد الغلادي الزنبيكا. انا عندي محل ديال الزواج ديال ابو فتو، كنعمل العراسات ديال 26 سنه. الحمد لله حنا جينا اليوم باش واحد التجمع سلمي ونطلبوا المصاريف ديالنا، ولكن الظروف ما ساعدتهاش. نشتو انتم كتشوفوا كل شيء قدامكم. وقفة سلمية وصل وقفة سلمية وقفة سلمية وقفة سلمية وقفة سلمية شحال نتوما توقف لنا في الصوارع؟ فوتوغراف من شهر ثلاثة، كان الوقوف ديالنا من مواد مارس. دابا حنا في شهر اكتوبر، انتم كتشوفوا دابا اعراس ياك اعراس حفلات هذا فوتوغراف ولا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى. ما كاين لا صور لا فيديو ولا كاين لا فيديو لا صور لا والو. الامور واقفة ولي كنطلبوا ان الامور تبقى الحمد لله تمشي ما طالب ديالكم ما طالب ها 80% وقفة سلمية اللي كنطلبوا ان تشوف الحكومة تشوف هي انها باش تعطينا الامور ديالنا ونخدموا عادي في الامور عادية وعادية. ان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. العلاوي الخليل انا متضرر من هذه الجائحه هذه. هذا ماشي حيوانات، خصنا نخدموا نورمالمون، خصنا نخدموا يتعاونوا معنا، خصنا نخدموا هذا الشيء اللي كاين. ودابا هادو حابسين مانعين الناس ما يديروا والو. دابا الله يفرج المطالب. المطالب ديالكم المطالب خصنا نخدموا. حنا متضررين من هذه الجائحه، متضررين من شهر ثلاثه ما خدمناش، من شهور ياك ما درنا والو. عندنا مصاريف وعندنا دراري وعندنا بزاف ديال المسائل، عندنا مدرسه. وقفه سلميه هذه، هذه وقفه سلميه. هذه وقفه سلميه. ما كان كاين لا صداع لا والو. حنا غيتعاونوا معنا باش ناخذوا نخدموا مع الله المعين اللي فيها جميع الشرائح اللي كتشتغل في الفن هذا، في هذا القطاع، في القطاع الفني وديال السينما. عبد الرحمن عمر المدينه، وحنا هذا حتى واحد من الناس اللي ضروري واحد من الناس. انا تدرك حالي بحاله، حنا واقفين حنا شهر ثلاثه شهر 16 حنا واقفين. الناس كلها تضرات، كاين الناس اللي عنده ابراج ما عندوش شي مشكل، كاين اللي ما عندوش شي مشكل على ولاده، كاين الساعه ديال الدار ديالو كاع شري ادوات لولادو. نطلبوا من الله يفرجها عنا وحيد عنا هذا الوباء. شنو كطالبوا دابا؟ كنطالبوا باش نخدموا، واخا نديروا 10% ما كايناش 50%، غير حنا 10%. 10%. الله يجعل البركه 10%. 8 شهور انتم واقفين، 8 شهور 8 شهور من 16 حتى حنا واقفين. وقفه سلميه ياك؟ وقفه سلميه، ما فيها لا مشاكل لا اضرار. حنا كنطلبوا الحق ديالنا نخدموا. غندوز الاخ ديالنا زريقه حتى هو راه معنا في الميدان. بالنسبه لنا حنا متضررين، كنطلبوا هاد الناس يتلقوا معاه الخدمه كما قال الاخ. واخا 10% راه الناس، كاين الناس اللي ضاربين هنا في السبيس 30 عام ولا شوف كيطلب غير ديال المطالب ديالكم. مطالب العمل خاص العمل، ما بغينا لا الدعم ما بغينا والو، بغينا نخدموا. المطالب ديالكم الناس راه وصل، شوف الناس وصل لعدو في البشر. الناس راه كاين اللي ما عنده قوت اليومي ديالو، كاين اللي ما عنده قوت اليومي. وما الوقفه كتعتبرها سلميه؟ الوقفه سلمية الحمد لله، هذا السلمية ما فيها حتى شقا ما فيها والو. الحمد لله الحمد لله. وعاش الملك عاش الملك. الله يوفقك الله يوفقك. السلام عليكم، معكم ابتسام دي جي من القطاع المتضرر. حنا جينا اليوم باش نديروا وقفة احتجاجية سلمية، اللي كان عندنا بزاف ديال بزاف ديال العوارض ديال المسؤولين، ولكن الحمد لله وقفنا ونددنا بالصوت ديالنا. جينا باش نهضروا على حقنا، جينا باش يعني حنا طفح الكيل ديالنا، ما بقيناش باش ما بقيناش ما عندناش شي ضمين اخر باش نعيشوا به. جينا باش نهضروا على اساس ان ما القطاع ديالنا متضرر، اللي الوحيد اللي ما تلقوش. والحمد لله كانوا معنا، كنشكر جميع الناس اللي وقفوا معنا، وكنشكر سيدنا، وكنشكر حتى الامن الوطني اللي عطانا حقنا بعدا باش على الاقل نهضروا. رغم ذلك كنقول عاش الملك عاش الملك. وقفه سلميه وقفه سلميه اخ، وقفه سلميه الحمد لله، وقفه سلميه. وكنشكر جميع الصحافه اللي تما كانوا معنا. شحال ما خدمتوا؟ ما خدمناش 8 شهور 8 شهور بقينا حنا جالسين ما خدامينش، ما عندنا حتى شي قوت اخر، عندنا غير عر كنخرجوا بغينا نهضروا ما كيخلوناش نهضروا.
الوحيدين الدار البيضاء اللي كانت هي الوحيده اللي عندها هذا الموقف. جميع المدن هضرت على حقها الى الدار البيضاء، ولكن الحمد لله كانت اليوم الوقفه اللي نددنا بالصوت ديالنا اننا محتاجين باش نخدموا، خاص القطاع يخدم وغانا نخدموا بجميع اللي يعني بال داكشي اللي بغاو بالنظام بالوقايه. جميع القطاع اللي خدموا حتى هما خدموا جميع القطاع الا حنا القطاع الاعراس اللي ما خلوناش نخدموا. مي الحمد لله كنطلبوا من سيدنا ملك المساكين انه يعاوننا وكنشدوا به وكنقولوا عاش الملك، انت اللي بيدك كلشي الملك ديالنا، وكنحبوه كما بغيتي لينا الخير في الاول. ان الحج درناه وسمعنا طاعتك ملكنا، وحنا دابا ضرينا ما عندنا باش ناكلوا، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا حتى شي قطاع اخر غنخدموا فيه، كنعرفوا هذا القطاع هو اللي كنخدموا به. وكنقول عاش سيدنا وشكرا. شنو المطالب ديالكم؟ مطالب ديالنا اننا نخرجوا نخدموا ونديروا الاعتزال، كنديروا الوقايه كما داروا جميع القطاعات، هما اللي كنطالبوا بهم. حنا بغينا نخدموا حيت الطفح الكاين، بغينا نخدموا هادشي اللي بغينا كنطالبوا به. وشكرا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.